الأحوار العراقية جنة الله على الأرض، طيور من كل الأحجام والألوان، وأسماك كثيرة تعيش وسط المياه الصافية، ومساحات شاسعة من المياه والقصب والبرد تشغل المثلث الواقع بين مدن العمارة والبصرة والناصرية، لتمتد بانسياب عجيب إلى الأفق البعيد. الأهوار هي الأهوار، حياة بسيطة لا تعرف التعقيد، وأناس غرسوا جذورهم في عمق الماء حتى تحولت مفردات حياتهم، الهور والبردي وطيور الماء والجاموس، إلى لوحة جميلة رائعة وعالم متفرد من السحر والجمال.